الاول في اسباب فسيولوجيه وفي اسباب نفسيه واجتماعيه. هنتكلم الاول على الاسباب الفسيولوجيه. بيبقى مشكله في الجينات، بيكون دايما عند الام في تاريخ عائلي ان مثلا مامتها او عمتها او خالتها كان عندهم اكتئاب، مرض وراثي، لان ساعات الاكتئاب بيورث طبعا. ثالث حاجه، ساعات زي ما احنا اتفقنا بيحصل اختلال في الماده الكيميائيه، بعض المواد الكيميائيه في المخ اللي هو زي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. اما بقى بالنسبه للاسباب الثانيه، اسباب كتير. ساعات كتير الست بتبقى ما عندهاش رغبه ان هي تخلف في الوقت ده، وتفاجئت مره واحده انها حامل. اسباب النفسيه دي حاجه طبيعيه. أيوة. طبعا تكتئب ساعات بتحسف، فبتتخض، بتكتئب، بتحس بالمسؤوليه، دي حاجه. ساعات كتير كمان ما بيبقاش في دعم، بمعنى بيبقى في مشاكل زوجيه كتير جدا مع الزوج. ده تاني سبب. ثالث سبب حاملها طول فتره الحمل ومع اصحابه على القهوه. بالظبط. لا مش كده، ما هي على اساس هي فتره الحمل محتاجه مساعده مامتها، مش هو هاملها ولا حاجه. جوزها مش مامتها. لا هو مامتها في الوقت ده هي اهم منه. هو لا. العرف مشي كده شيف حسن، بس هو الاحلى، الاحلى ان الزوج هو اللي يكون، بس مش هيفهم زي مامتها ما هتفهم اللي انا اقصده. هو هي هو مالوش في الحاجات الحريمي. شيف حسن، الست في الفتره دي محتاجه لجوزها ان يطبطب عليها. يطبطب عليها. ممكن ساعات بيبقى في نوع من انواع اسمه الدعم، الدعم المعنوي. معنوي يعني مجرد ربنا يا حبيبتي معاك، يا الله يكون في عونك، شدي حيلك، الكلمه الحلوه تعمل مفعول السحر. طب وانت يا غاده بقى، انت ايوه احنا عارفين انك ام وجده، واحنا اتفاجئنا بصراحه. ما شاء الله. فكلمينا عن تجربتك لما كنتي في جده. لا هي دي. فانا النهارده بقى هتكلم بصفتي حاجتين. بصفتي كنت ام، وكنت عندي نوع من انواع الاكتئاب، بس الحمد لله انا يعني كنت واعيه بيه. وعشان كده مهم قوي ان احنا دايما نبقى عارفين ايه الاعراض. ليه؟ لما بنعرف الاعراض اللي عندنا بنقدر نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل لنا. واكيد كنت ام في سن صغير، فاحنا عايزين نعرف ايه الموضوع في اعدادي ده. اتعرضتي بقى ايه المشاعر اللي حسيتي بيها؟ اول حاجه ان انا كنت رسمة الصوره الورديه، وهي ايه؟ ان انا كنت عامله الاكسبكتيشن، التوقعات، ان البيبي امشي مثلا اشوف بوستر بيبي زي القمر وعينيه زرقاء، وما اعرفش اجيب العينين الزرقاء من مين، اتخيل ان البيبي بتاعي هيطلع الشكل ده. ما تسالونيش ازاي. فبتيجي اول صدمه لما البيبي بيخش عليكي وتشوفيه وتلاقيه حته صغيره. لا، معظم البيبيات اول ما بيبقوا وحشين قوي. دي حقيقه، بيبقى لسه البيبي لازم من ولاده فمش باين. فدي بتبقى اول حاجه، اول صدمه. بعد كده اهوت بتخلصي المرحله ديت، بتتخيلي بقى ان الفيلم دايما اللي بنتفرج عليه النهايه بتبقى ايه؟ عند مولود البيبي اتولد. لا، دي بتبقى بدايه حياه جديده واسلوب جديد، بتعب، بشقه، بقله نوم، ببيبي ممكن يقعد يعيط طول الليل وانت واقفه ومش عارفه طب انا عملت ايه غلط؟ طب ايه اللي اقدر اعمله؟ فطبعا دي مشكله ثانيه. فعلشان كده اهوت انا كان بيجي لي بانيك، وكمان كنت اياميها طبعا في الجامعه، فده ضغط تاني زي بالظبط فكره الست اللي بتشتغل وهي لسه والده، مذاكره وشغل او شغل، فبالتالي عاوزه ماما تبقى معايا. طب انا مامتي مش في نفس البلد، انا هعمل ايه؟ فبدا بقى تجيلي الاعراض كلها وانا مش حاسه. من كتر الاعراض اللي كانت بتجيلي دي، ان انا دايما عندي احساس بتانيب الضمير، عندي احساس ان انا مقصره. دي من الحاجات اللي بتسبب الاكتئاب للست بشكل عام. طبعاً. تانيب الاحساس الدائم بتانيب الضمير. طبعاً. والتقصير.